بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تلاميذ الأعزاء. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة مدرسة الرياضيات. إذا في هذا الفيديو سأصحح معكم المراقبة المستمرة الأولى، الدورة الأولى. إذا سأصحح معكم المراقبة المستمرة الأولى، الدورة الأولى، مادة الرياضيات، وهذا الفرض وهذه المراقبة هي تخص السنة الثالثة إعدادي. فلنتوكل على بركة الله. لو بروميي اكزارسيس، alors calcul, on a 4 à la puissance 3 moins 3654, le tout à la puissance 0, moins 7 à la puissance 2 divisé par 5, parenthèse 5 plus 0,2 plus 1, 0,2, tout à la puissance moins 1, le tout à la puissance 2. Alors ils ont demandé de calculer, yani ouhsou ashnou ghanhasbou, ghanhasbou. Alors on a 4 à la puissance 3، يعني 4 أس 3. أشني 4 أس 3؟ هي 4 في 4 في 4، يعني 4 فوا 4 هي 16، و 16 فوا 4 هي 64. الحالة الثانية، ألوغ أون موان 3600، وهذه راه تاهي شفناها في الكور، لو تو على بويسونس 0، كاين فرق لو تو على بويسونس 0، كاين فرق لو تو على بويسونس 0 ولا. ألوغ ملي كنعرفو مثلا اللي عندي ناقص جوج على بويسونس زيرو هي ناقص واحد، لكن عارفوا ان اي حاجه اس زيرو هي واحد، وهنا عندي الناقص خارجه، ولكن هنا عندي الناقص داخل القوس. الوغ في هذه الحاله تساوي واحد، ان اي حاجه على بويسونس زيرو كتساوي واحد. مزيان، نمشيو للحاله الثالثه. الوغ اون موان 7 على بويسونس 2 ديفيزي بار 5 هي 7 فوا 7، وكيما قلت هنا راه الناقص ما داخلش القوس، هنا الناقص داخل القوس غيتحسب، هنا لا. الوغ غتبقى لي دي ناقص 7 على بويسونس 2 هي 49، وعندنا 5 ما عندهاش ليكسبوزون ديالها، الوغ تبقى 5 ناقص تضرب على 5 وما كتختزلش. نمشيو للحالة الثالثة، أعتقد الحالة الرابعة، واحد جوج وهي الحالة الرابعة. الوغ أون بارونتيز 5 سيغ 2، وهنايا ردوا البال دائما، راه عندنا بزاف ديال الاقواس، عندنا بزاف ديال لي بويسونس، ردوا البال اين بويسونس نحسبو الاولى. الوغ حنا ديما كنعرفو الا كان عندنا واحد ليكس بريسيون فيه دي بارونتيز خاصني نبدا من لي بارونتيز، واين بارونتيز من لي بارونتيز اللي داخل. الوغ هنا عندنا هذا، وعندنا هاد البارونتيز وسط البارونتيز الاولى، الوغ هو الاولى نحسبوه. الوغ هي شني؟ الوغ هي 5 سيغ 2 بليس، وشنو كنعرفو على على بويسونس موان زان، هو الانفيرس. اي حاجه مثلا عندي 9 على بويسونس موان زان، وشفناها في الكور هي 1 على 9. اذا الكره دائما ملي غنطلع شي بارتي فيها شي كور، الكور غينبثق من هنايا ولا غنحطو في ديسكريبسيون. الوغ هي 1 على 9، ولا كان عندي 1 على 9 على بويسونس موان زان هي 9. الوغ هي هذه شنو هي؟ 2 دابا صافي، عطو لي 2 على 1 هي 2 تو على بويسونس 2. هنا ما تمشيش تطبق ليا ليدونتيتي غوماركابل تقول لي هادي اوكاري بليس جوج في هادي في هادي بليس هادي اوكاري، لا. هنا راه كتحسب حتى ما عنديش واحد ليكسبريسيون ليتيرال، ما عنديش تعبير حرفي، ما فيهش الحروف، فيه غير الارقام. الوغ غنحسب عادي. الوغ هي هنا غنمشي نوحد المقام اللي هو جوج، وغتعطيني هادي 5 المقام ديجا ديالها هو 2 غتبقى، وهادي كان المقام ديالها هو 1 غيتضرب في جوج غيولي هو 4. ولكن ما نساوش راه كلشي على بويسونس 2، اللي غتعطيني 9 ديفيزي بار 2، ومن بين الاخطاء اللي كيوقعوا فيها التلاميذ هو كينساو هاد لي بارونتيز. ها فوالا، كتولي الاس غير ديال 4. حتى هنا انا مازال عندي لي بارونتيز، ولكن قال لي احسب ماشي ايكليس فور دي بويسونس، يعني خصني نحسب هي 9 على بويسونس 2 على 2 على بويسونس 2 هي 81 ديفيزي بار 2. الوغ حنا حيدنا البارتي الاولى وهي مهمه، نمشيو للبارتي الثانيه. اكريل سو فورم دي بويسون دون ليكسبوزون ديفيرون دو 1 اي موان 1،
قال لك اكتب لي علاش كدير بويسونس اللي يكون ليكسبوزون ديالها ما كيساويش لي واحد وما كيساويش لي ناقص واحد. شنو اللي غنكتبو علاش كدير بويسونس؟ هو هاد ليكسبرسيون اللي عندنا. الوغ نمشيو ليكسبرسيون ا، ا ايكال غنعاود نكتب ليكسبرسيون كامل بعدا، اون ا راسين كاري دو 6 تو لا بويسونس 9 فوا، راه ماشي اكس هادي، جو ميكسكيز، راه ماشي اكس هادي، غا ضرب، هادي ضرب، هادي ضرب لارز عليكم ماشي اكس، ضرب 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 لارز عليكم، شي واحد تقول هي اكس، انا كتبتهم بديت فيها، الوغ، فوا، ان، ديفيزي باغ، راسين كارو دو 6، تو لا بويسونس 4، فوا، راسين كارو دو 6، تو لا بويسونس موان 2، الوغ حنا شنو كنعرفو في لي بويسونس اون جينيرال؟ عندنا كيلكو بروبريتي، عندنا 5 بروبريتي، إما كيكون عندهم فيهم لا ملتيبليكاسيون ولا لا ديفيزيون، وعندنا بويسونس دين بويسونس. ألوغ إلا كان عندنا لا ملتيبليكاسيون، كنشوف واش عندنا ميم إكسبوزون نفس الأس ولا ميم باز، إلا كان عندنا نفس لا باز كنحتافظو بها وكنجمعو لي إكسبوزون. ألوغ غتقولي هنا راه ما عندناش نفس لي باز أستاذ، فوالا، ولكن شناهي هاد؟ هادي راه حنا ديجا شفناها، لانفيرس. ألوغ هي راسين كاري دو 6 أ لا بويسونس 9 fois racine carrée de 6 à la puissance moins 4. فهمتوا؟ هاي درناها قبيلة، قلنا لك عندي أس ناقص واحد كنقلبها، درناها هنايا، إلا عندي أس ناقص واحد كنقلبها، ألوغ أنا عندي واحد على جوج أس ناقص واحد هي جوج، ألوغ واحد على راسين كاري أس 4 هي راسين كاري دو 6 على بويسونس موان 4، كنبدل غير الأس، علاش أنا غنبدل الأس؟ علاش أنا غنطلع عادي من المقام؟ باش تكون عندي ميم باز. واش خليتها تما خطا لا ماشي خطا؟ ممكن نخدم بها تما فوا راسين كاري دو 6 تو على بويسونس موان 2. الوغ سي اون لو برودوي دو بليزيور بويسونس دو ميم باز اون غارد لا باز اي اون اديسيون لي اكسبوزون. كومون؟ الا كان عندي جداء واحد مجموعه من القوى اللي عندها نفس الاساس كنحتاج الاساس وكنجمع الاسس. كيفاش؟ تسعود زائد أس الثاني اللي هو ناقص 4، ألوغ هي ناقص 4، 9 زائد ناقص 4 هي ناقص 9 ناقص 4 زائد ناقص 2 هي ناقص 2 اللي غتعطينا لا فا راسين كاري دو 6. وراه هنا ما غاتبانش لكم مزيان، اللي غتعطينا راسين كاري دو 6 وغنجمع 9 ناقص 4 هي 5 و5 ناقص 2 هي 3. الوغ سي راسين كار دو 6 تو لا بويسونس 3. نمشيو ليكسبرسيون بي. الوغ اون بي ايكال نعاود نكتبها تاهي كاملة 3 ديفيزي بار 5 تو لا بويسونس 7 فوا موان 3 سير 5 تو لا بويسونس 8. وركزوا معايا هنايا عندي 3 وعندي 5 مزيان، ولكن عندي ناقص 3 على 5. الوغ هنا كتبقوا قاعده اخرى، هنا خاصها تكون عندنا اما نفس لا باز ولا نفس الاس. هنا ما عنديش نفس الاس بلا ما نبقى نقلب، ماشي لا باز، هنا عندي 3 و5 وهنا عندي 3 و5، ولكن عندي ناقص 3 على 5. الوغ الا كان عندي لا باز سالبه، الا كان عندي لا باز سالبه كنشوف الاس واش فردي ولا زوجي. الا كان الاس فردي بحال هذا بحال هذا، راه هذيك القوه ولا داك العدد كتبقى عندو نفس الاشاره، الوغ هذا موجب. ولكن الا كانت لا باز سالبه بحال هذه ناقص 3 على 5، ولا ما غنكتبهاش باش نشرح لكم بعدا. الوغ ولكن الا كان عندي لا باز سالبه بحال هذه وعندي ليكسبوزون بير زوجي 0 جوج 4 6 8 10 12 14 16 18 يعني مضاعفات جوج، هاد الناقص بقى عندها ما دير، يعني كتولي هاد العدد موجب، يعني هاديك حتى هي غتولي 3 على 5. اذا فرقوا ما بين لا باز سالبه وفرقوا ما بين الاكسبوزون هو اللي سالب. الوغ هنا شنو ولات عندي؟ ولات عندي لا باز اللي هي 3 على 5. وما تنساوش نرى الاقواس، قبيله حيد لكم الاقواس هنايا، ولكن ما حيتهمش. علاش؟ لان عندي عدد مركب فيه البسط والمقام، وكنجمع الاسين،
يعني هي 7 زائد 8 اللي غتعطيني 3. هنا غنرتكب لكم واحد الخطا، 3 سير 5 تو ان بويسونس 15. هذا خطا، علاش؟ لان الاسلوب ولا غادي 3. الوغ باش نصحح خصني ندير لي بارونتيز صافي. ونمشي للحاله الاخرى. ايوا الحاله الاخرى درت واحد لا فوت. الوغ هنايا راه كتعتبرت انها اعتبرت انها فوالا رجع اعتبرت عدد اخر. اذا هنايا راه عندي القسمه فوالا مزيان اللي ارتكبت الخطا فوالا. اذا حتى لهنا حتى لهنا مزيان حتى لهنا انا ارجع لكم فوالا فوالا. لا اذا عندنا من هنا ممكن نزيد هنا مقسمة على 5 على 3 تساوي بويسونس 9 ايغا. يلا نمشيو. هنا عندنا قلنا 7 على 3 تبقى 3 على 5 الكل 7 تبقى في 3 على 5. هذه قلنا علاش بدلنا الإشارة أن هذا بيغ زوجي. وهنا مقسمة على 5 على 9 نخلوها مقسمة على 5 على 9 مقسمة على 5 على 9 ولا 5 على 3 اعتذر 5 على 3 الكل 6. الوغ نحيدو بعدا كنضربو الاول احنا ما غيرنا والو. دابا هادي شنو قلنا هي 3 على 5 سي 3 ديفيزي بار 5. مني ولي عندي نفس لاباز كنحتار بها وكنجمع 7 زائد 8 اللي هي 15 مقسمة على 3 على 5 على 3 5 على 3 الكل اس. الوغ شنو كتقول هي القسمه؟ بعدا اول حاجه هنا عندي 3 على 5 وهنا عندي 5 على 3 اللي اش خصني ندير؟ خصني نرجع على نفس لاباز. الوغ هي 5 على 3 اعتذر هي 3 على 5 الكل اس 15 تو على بويسونس 15 مقسمه على 5 على 3. ديما ملي كنقلب لاباز كندير لانفيرس ديال لاباز كندير لوبوزي ديال هذا موان 9 موان 9. يلا هي شنو اش كدوي القاعده؟ الا كانت عندي لا ديفيزيون وبيا لو كوسيون ديال دو بويسونس دو ميم باز اون كارد لاباز توجور اون كارد لاباز. اشنو درت هنايا؟ هي كانت 5 على 3 نورمالمون خصها تكون 3 على 5 لا حتى انا قلبت ليكسبوزون غتولي 3 على 5 ردوا البال 3 ديفيزي بار 5. الوغ سي اون لو كوسيون دو دو بويسونس دو ميم باز اون كارد لاباز 3 على 5 غتبقى. ولكن شنو غندير لي زيكسبوزون؟ في الضرب جمعناهم في القسمه كنطرحوهم 15 ناقص ناقص 9 غتولي 15 زائد 9 اللي هي 24. سي كليير. اون باس مانتونون ا ليكزارسيس سويفون ou bien la partie 3. Alors, donnez les critères scientifiques de chacun des nombres suivants. Alors, on a x égale à. نقرا العدد اول باش اول مره باش باش اول حاجه نقرا العدد خصني كان 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 دي كومبوزي 3 3 3 3 الوغ عندنا 3 0 3 0 3 0 الوغ هذا العدد هو 453 مليار. باش نكتبوا على شكل ديال لي كريتير سيونتيفيك، لي كريتير سيونتيفيك دائما راه شفناها في الكور هي ا فوا 10 فوا 10 على بويسونس ان. أ واحد العدد اللي خصو يكون كبر من واحد وصغر من 10. كيفاش كبر من واحد؟ هو واحد فاصلة حتى لتسعود فاصلة. وهاد إن إما كتكون موجبة ولا سالبة. إما كتكون موجبة ملي كيكون العدد كبير كنلقاو العدد كبير بزاف، وإن تا كتكون سالبة ملي كنلقاو العدد فيه صفر فاصلة صفر صفر صفر. ألوغ هنا عندنا هاد العدد موجب، ولكن فين غنديرو الفاصلة؟ خاصني هاد العدد نكون منو عدد محصور ما بين واحد وتسعود. يعني الفاصلة غدار هنا غتولي 4.53 يعني 53. هاد لي زيرو بقا عندنا ما نديرو بيهم فوا 10 على بويسونس قلنا غتكون موجبة. اشنو غندير؟ كاع هاد الأرقام اللي ورا الفاصلة نحسبوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني عندنا 9 الأصفار وعندنا 2 هي 11. Alors, c'est 4 fois 53 fois 10 à la puissance 11. Alors, on a dit, il y a quel nombre de nombres ou quel nombre de nombres qui est 0, on va faire l'aïe.
يعني كيولي هذا العدد، هنا الان سالبه، ولكن عندنا الناقص. اول حاجه هي الناقص. الو حنا فين غنديروا الفاصله؟ الفاصله غتجي هنا بلا ما نقرا العدد، 0.78 × 10^2، الفاصله غتجي هنا. الو غتولي عندنا 7 سي موان 7.8. واش غنديروا؟ توجور فوا 10. واش غنديروا؟ على بويسونس موان. واش غنحسب؟ غنحسب الارقام من الفاصله للفاصله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 موان 18. الا خطات في شي عاد رقم نسيتو وما نساوش، راه عندنا هذا فوا 10 على بويسونس 2 فوا 10 على بويسونس 2. تنتوما عاودوا راه عندكم الكونترول غتلقاو في الديسكريبسيون، تنتوما ملي تخدموا شوفوا نفس الاصفار. هنا عندنا طريقه كنحسبوا الارقام اللي ورا الفاصله، هنا عندنا طريقه اخرى اما كنحسبوا ما بين الفاصلتين او الاصفار فقط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. مزيان. الوغ مانتونو اون موان 7.8 فوا 10 على بويسونس. دابا غنقول لا موان بليس، علاش؟ لانه ولا عندي لو برودوي دو دو بويسونس دو مي باز، جو كارد لا باز اي جاديسيون لي زيكسبوزون، ناقص 18 زائد 2 هي ناقص 16. لا بارتي 4 اكس ايغريك سون دو نومبر ريال نون نيل. عندك اكس ايغريك جوج ديال الاعداد حقيقيه غير منعدمه. Premièrement, réduire l'expression suivante. Quelle expression? L'expression C. L'expression C égale x à la puissance 4 fois y à la puissance 3 fois x à la puissance 3 fois y à la puissance moins 2 tout, y a une joule à la puissance 2 fois x à la puissance 7 divisé par x à la puissance 9 fois y à la puissance 4. Alors, on est qu'on a le cas où la chose qu'on dira, c'est qu'on a وكنحاولوا نبسطوا البسط، عاد نبسطوا المقام، يعني نبسطوا البسط هو الاول هذا، عاد نبسطوا المقام. الوغ عندنا اكس على بويسونس 4، اكس على بويسونس 4 شويه عليا ياك، وعندنا ايغريك على بويسونس 3. غتقول لي راك كتبتيهم نفسهم، اييه ما غنزربش، علاش؟ لانه هنا باقي كتب لي عندي قوة وقوة، عندي قوة وقوة. في اكس على بويسونس 3 هنا عندنا غير في الضرب، ما كيهمنيش دابا، ماشي كندير ايدونتيتي غوماركابل، يعني هاد الاس يتضرب، في هاد الاس. اكس على بويسونس 3 على بويسونس 2 هي اكس على بويسونس 6، اكس على بويسونس 6 فوا، وهنا عندنا ايغريك على بويسونس موان 2 على بويسونس 2 هي ايغريك على بويسونس موان 4. ملي يكون عندنا قوة وقوة الاس كيتضرب في الاس، وعندنا في اكس على بويسونس 7. فوالا، حنا تخلصنا من قوة وقوة في البسط. والمقام راه ديجا عندنا اكس على بويسونس 9 ايغريك على بويسونس 4. مزيان. الو اش كنديروا ملي كنتخلصوا من قوة وقوة في البسط ولا في المقام؟ كنحاول نطبق قاعدة جوداء قوتين لهما نفس الاساس. الو هنا عندنا اكس، كنجمع اكس وعندنا اكس وعندنا اكس، يعني كنحتفظ بالاساس وكنجمع الاسين. 4 زائد 6 هي 10 زائد 7 هي 17. الو اكس على بويسونس 17 فوا، وعندنا ايغريك، عندنا y على la puissance 3 وعندنا y على la puissance moins 4. عندك تشطب على هذه مع هذه، كنشطب عليهم اذا كانوا عندهم نفس الاس، يعني سالب بجوج ولا موجب بجوج، هذا مختلفين، كون كانت معاه نشطب عليها. الوغ هنا عندنا x y على la puissance 3 فوا y على la puissance moins 4 اللي هي y على la puissance moins 1. كنجمع، وهنا عندنا x على la puissance 9 فوا y على la puissance 4. مني كنبسط البسط وكنبسط المقام، دابا كنخدم على البسط مع البسط، البسط مع المقام، ولكن نفس الاساس اكس على بويسون 17 مع اكس على بويسون 9. الوغ شنو قلنا قبيله؟ الا كان عندي الخارج كنشد الاس ديال البسط كنقص من الاس ديال المقام. الوغ اكس على بويسون 17 موان 9 هي اكس على بويسون 8 جو كوا، يعني 17 ناقص 9 هي 8 فوا ايغريك. حتى هنا هاد ناقص 1 غنقص من 4، عطين x على بويسونس موان 5. بوي كالكي ليكسبريسيون سي بوغ x يقال 10 على بويسونس موان 2 y يقال 10 على بويسونس 2.
كاين اللي غيمشي غيحسب هنا لا حسب هنا. الو حنا عندنا ديجا سي اون سي ايغال اكس ا لا بويسونس 8 فوا ي ا لا بويسونس موان 5. الو اش غنديرو؟ غادي نعوضو اكس هي 10 اس ناقص 2. الو غندير هي 10 ا لا بويسونس موان 2 ولكن نوبلي با كو اون ا اكس ا لا بويسونس 8. الو تو ا لا بويسونس 8 فوا ي غتعوض ب 10 اس 2 10 اس 2 اي توجور نوبلي با كو اون ا ي ا لا بويسونس موان 5 يعني تو ا لا بويسونس موان 5 اللي غتعطينا نتخلص دائما من قوه قوه. عطينا 10 ا لا بويسونس موان 16 لان قوه قوه كنضرب الاس في الاس فوا 10 ا لا بويسونس موان 10. علاش جوج ناقص 5 هي ناقص 10 اللي غتعطينا 10 وكنجمع 10 في 10 10 و 16 ناقص 10 اذا كنحتفظ بالاساس وكنجمع الاسين هي ناقص 26 هي ناقص 26 اللي هي 0.25 0 1. اي maintenant l'exercice de calculer les nombres suivants. Alors on a racine carrée de 81 moins racine carrée de 121. Alors on a racine carrée de 81 moins racine carrée de 121. هنا قلنا احسب شنو معنى احسب؟ يعني خصني بحال لي بويسونس اللي غيعطيك احسب 5 على بويسونس 2 كدير هي 5 فوا 5 هي 25 ولكن ملي كيعطيك راسين كاين راه نفس المفهوم. الوغ كيفاش نتخلص هنا من هاد واش غادي واحد المقام واش غادي نديفلوبي واش غادي هنا غادي غنتخلصوا من راسين كاري. الوغ ملي كنقول 81 راه هي 9 على بويسونس 2 ومني ناقص ومني كنقول 121 راه هي 11 على بويسونس 2. وشنو كنعرفوا حنا في لي راسين كاري؟ ملي كتكون عندنا راسين كاري مع لا بويسونس 2 كيمشيو غتبقى عندنا 9 موان 11 اللي هي موان 2. نمشيو للكا الثانية عندنا 7 بلاتي واش عندي سباس فين نخدم ولا لا فوالا عندي سباس. الوغ 7 فوا راسين كاري 3 تو على بويسونس 2. هنا شنو غندير؟ 3 راه ما كتخرجش من راسين كاري ولكن هنا عندنا بويسونس دين بويسونس. الوغ 7 على بويسونس 2 هي 49 فوا راسين كاري دو 3 على بويسونس 2 يعني هاد الاس هذا وزعته على 7 هي 49 وعلى 3 اللي غتعطينا 49 فوا 3 ديما راسين كاري مع 2 مع على بويسونس 2 كيمشيو فوا 3 اللي غتعطينا 40 فوا 3 سي 120 120 بلس 27 120 بلس 27 c'est 147. Alors, on commence. Et on a maintenant racine carrée. Racine carrée de 180. Racine carrée de 180. Alors, racine carrée de 5. الوغ انا هو كيبان لي ان هاديك الراسين كاري دو 5 تما راه ماشي حطوها هكاك اعتباطا عندها شي دور ربما. شنو هاد الدور؟ شنو علاقة 180 بخمسة؟ إلا فكرنا مزيان 180 بخمسة 180 في 10 18 في 10 هي 180. ملي كنقول 18 في 10 إذا 10 عندها علاقة بخمسة هي خمسة بجوج. الوغ إلا جينا نشوفو غنلقاو هي الراسين كاري دو 36 36 في 5 على راسين كاري دو 5 اللي غتعطينا راسين كاري دو 36 فوا راسين كاري دو 5 ديفيزي على راسين كاري دو 5. غيمشي راسين كاري مع دو 5 مع راسين كاري دو 5 وغيبقى لنا راسين كاري دو 36 وحنا الراسين كاري 36 راه قلنا في الاول راه هي 6 يعني نحاولوا دائما نقعوا عقلنا. عندك 9 عندك 4 هي 2 9 3 16
أربعة، 25 خمسة، 36 ستة، 49 سبعة، 64 ثمانية، 81 تسعود، 110 121 11 144 12 etc. Maintenant réduire puis calculer lorsque c'est possible les expressions suivantes. يعني خصنا نبسط ونكالكيلي الا كان ممكن les expressions suivantes. نمشيو للاكسبرسيون A قسمنا الى جوج. الو عندنا A ايغال A. الاكسبرسيون A ما عرفتوش غيقدنا هذو ولا لا، غنكتبها نجاو مباشره. قال لك غيدوير بروميرمون. الو عندنا 3 راسين كار دو 49 موان 3 راسين كار دو 90 بلس 5 راسين كار دو 60 دو 160. الو شنو خصني ندير؟ الو حنا ديجا كنعرفو هنا 3 49 راه هي 7، الو هي 3 فوا 7 موان 3 شنو هي هذيك 90؟ 90 هي 9 في 10 ياك؟ 9 في 10 الو هي راسين كار دو 9 فوا 10 بلس 5 شنو هي ميو 60؟ هي راسين كار دو 16 فوا 10 ايغال 3 فوا 7 اللي هي 21. انا كاع اللي تحيد من راسين كار غنحيدها فوالا موان 3 فوا 3 منين جات ديك 3 هي 9 وتخرجتها راسين كار دو 10. ردوا معايا البال. الوغ انا راسين كاري ديال 9 راه 9 هي 3 و راسين كار دو 10 غيبقى هو هو بلس 5 فوا 4 حتى ديك 16 غنخرجها غتولي هي 4 فوا 4 راسين كار دو 10 اللي غتعطينا 21 موان 9 راسين كاري دو 10 بلس 20 راسين كاري دو 10 سي كلير. اللي غتعطينا 21 بلس 11 راسين كاري دو 10 منين جديك 11 يعني هنا عندي راسين كاري دو 10 20 ناقص 9 هي 11. ليكسبريسيون دي مانتونو حتى هو غندوز مباشرة. الوغ هنا عندنا 8 راسين كاري دو 60 15 75 شنو هي 75 هي 25 في 3 الوغ سي 8 راسين كاري دو 25 فوا 3 انا عرفتها مباشرة علاش ان بات هنا كاينة 3 اذا كاينة علاقة ما بينهم. شفت قلت 3 في شحال 3 في 3 في 25 بلس 7 راسين كاري دو 3 موان 15 حتى ديك 108 عندها علاقة ب 3 في الغالب. الوغ شنو اللي في 108 كيعطيني 3؟ 3 في 30 هي 90 3 في 36 الوغ سي 15 انا غادي نكتبها مباشرة نتأكد 36 فوا 3 3 فوا 30 في 3 هي 90 و 18 فوالا هي هادي اللي غطينا 8 25 غتخرج غتولي 5 فوا راسين كاري دو 3 زد بليس 7 راسين كاري دو 3 موان 15 وهاديك 36 غتخرج تولي 6 راسين كاري دو 3. اذا كلهم مركزين على راسين كاري دو 3 اللي غطينا 40 راسين كاري دو 3 بلس 7 راسين كاري دو 3 موان عندنا 60 30 موان 80 راسين كاري دو 3 نعاود نتاكد ما عنديش خطا 10 في 6 هي 60 و 30 هي 60 فوالا 90 راك تكون عندي شي خطا هنايا ايغال عندنا 10 في 6 60 و 30 هي 90 الوغ 40 زائد 7 هي 47 47 ناقص 90 هي ولا 90 ناقص 40 هي 50
50 ناقص 7 هي 43. alors c'est moins 43 racine carrée de 3. Rendre rationnel le dénominateur de chacun des nombres suivants. قال لك rendre le dénominateur هذا المقام على شكل ديال rendre rationnel العدد. إذا عندنا 4 وهذا اللي شفناه في الكور على راسين كاري دو 17 باش نرجعو راسيونيل سي تو سامبلومون كنضرب في نفسو. الوغ هي 4 راسين كاري دو 17 ديفيزي با راسين كاري دو 17 à la puissance 2 اللي غتعطينا 4 راسين كاري دو 17 سيغ 17. هذا هو المقصود. فهم نمشيو للثانيه. الوغ عندنا راسين كاري دو 2 ديفيزي بار راسين كاري دو 6 موان راسين كاري دو 2. الوغ هنا لاحظوا معايا ملي كيكون عندي غير عدد واحد، عدد واحد في المقام كنضربو في نفسه راسين كاري، ولكن الا كان عندنا 2 كنضربو في لانفيرس ديالو، ماشي لانفيرس، في لوبوزي ديالو. شنو لوبوزي ديالو؟ يعني هذا الراسين كاري دو 2 فاش غادي تضرب؟ غادي تضرب في الراسين كاري دو 6 بلوس راسين كاري دو 2، وحتى هذا الراسين كاري دو 6 موان راسين كاري دو 2 فاش غيضربو؟ غيضربو في لوبوزي ديالهم اللي هو راسين كاري دو 6 بلوس راسين كاري دو 2. وهنا راه كنخدمو بليدونتيتي روماركابل نيميرو 3. علاش كتقوليك؟ إلا كان عندي العدد، إلا كان عندي القوس في المقابل ديالو اش كندير؟ هنا بعدا كنطلع عندنا راسين كاري دو 12، راسين كاري دو 12 بلوس راسين كاري دو 2 اللي هي 4، هي 2. راسين كاري دو 2 فوا راسين كاري دو 2 هي راسين كاري دو 4 اللي هي 2. وهنا شاطيني غتعطيني هي 6 موان 2. منين جبناها؟ الوغ كتقول لك ليدونتيتي روماركابل عندك ا بلوس بي في ا موان بي هي ا او كاري موان بي او كاري. ا او كاري يعني راسين كاري دو 6 او كاري هي 6 موان راسين كاري دو 2 هي 2 اللي غتعطينا لا راسين كاري دو 12 هذيك الدوره خارجه بلوس 2 ديفيزي با 6 موان 2 هي 4. سوا ليكسبرسيون سويفونت دبليو ايكال 4 راسين كاري دو 7 بلوس 2 تو على بويسونس 2. بروميرمون ديفلوبي ليكسبرسيون سويفونت. الوغ هذاك دبليو شنو غادي تولي؟ هي ليدونتيتي روماركابل نيميرو 1. يعني هي 4 راسين كاري دو 7 تو على بويسونس 2 بلس 2 ديال ليدونتيتي روماركابل فوا 4 راسين كاري دو 7 فوا 2. يعني هي ا او كاري بلس جوج في ا في بي بلس بي على بويسونس 2 اللي هي 2 على بويسونس 2. تعطينا 4 أس جوج هي 16 ألوغ سي 16 فوا 7 ني جد 7 لأن 7 على بويسونس 2 أو بيان راسين كاري دو 7 على بويسونس 2 هي 7 بليس. وهنا عندنا 2 فوا 4 هي 8، 8 فوا 2 هي 16، 16 راسين كاري دو 7. بليس 4 اللي غطينا 16 7 7 في 70 وعندنا 70 42 هي 112. مازال نتاكد 112. اذا 10 في 7 هي 70 و 6 في 7 42 نحيدو من هاد 3 غتبقى 12 فوالا بلس 4 بلس 16 راسين كاري دو 7 اللي غتعطينا 116 بلس 16 راسين كاري دو 7. ديدوير لا سامبليفيكاسيون دو. ونوصلو العمل بي. ديدوير لا سامبليفيكاسيون دو راسين كاري دو 116 بلس 16 راسين كاري دو 7.
alors même qui veut déduire mais c'est y a rendre ou la développer ou la calculer ou la simplifier ou là ou là ou là déduire y a ni dans la cab هذوك les questions اللي قبل منها انت في هذا المستوى راه صعيب لك باش 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 تسامبليفي هذه. ولكن شنو علاقتها بالاكسبريسيون اللي قبل منها؟ حنا لقينا 116 بلس 16 على 7 على راسين كاري دو 7 اللي هي هذه، ولكن راسين كاري دو 7 الوغ هنا شنو بغا يطلبوا منا؟ الوغ هذيك 116 ولا شفنا واحد ليكزومبل في الكور 116 الوغ انا شنو غنسامبليفي؟ الوغ هنا كيقصدوا هاد الراسين كاري خصو يحيد، يعني شنو خصني ندير ليها؟ هاد 116 بلس 16 راسين كاري دو 7 اللي هي هادي ديال من؟ ديال هادي، وهادي ديال من؟ ديال هادي. الوغ غنشدها غنعوضها راسين كاري هادي كاملة غنعوضها ب 4 راسين كاري دو 7 بلس 2 تو لا بويسونس 2. وحنا شنو كنعرفو؟ الراسين كاري و ليكسبوزون 2 كيحيدو، شنو تبقى ليا؟ تبقى لي في الاخر 4 راسين كاري دو 7 بلس 2. الوغ هادي ديدويغ كانو كيقلبو عليها، شي حاجة سهلة وكي راه عندها علاقة بهادي. تصور انك لا ارتكبت شي خطأ هنا بسيط وما لقيتيش نفس النتيجة مشات ليك. Maintenant l'exercice de développer et réduire les expressions suivantes. Maintenant, alors qu'il qu'on soit à nouveau à développer et réduire. Alors, si on développe l'exercice, ou bien les trois expressions, ou bien la partie tienne de la vidéo.